بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومضة مهمة جدا أنصح بها نفسي ومن يقبل من إخوتي ومن أخواتي. والومضة سهلة يسيرة أهمس بها في أذن الجميع. الدعاء، الومضة عن الدعاء، والدعاء شأنه عظيم، والدعاء يكثر فيه الناس بأقوال وبألفاظ وبعبارات كثيرة تتعب الناس، والبعض منها به بعض المآخذ، وبه بعض التجاوزات، وبه بعض المخالفات. والدعاء عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي أبني عليه كلامي حتى أسهل على نفسي وعلى كل من يشاهد هذا المقطع ليعلم أن الدعاء عظيم يسير، عظيم النفع، عظيم المكانة، عظيم الفائدة، عظيم الأثر، يسير القول أو يسير المقولة، يسير اللفظ. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الصحابة الدعاء اليسير الجميل السهل. ومن ذلك حديث عظيم صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وفيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فعندما تلهج أيها الأخ المؤمن وأيتها الأخت المؤمنة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إله إلا الله والحمد لله، فأنت تذكر الله عز وجل بأفضل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتدعو الله عز وجل بأفضل دعاء. طيب، قد يسأل سائل ويقول: أقول الحمد لله، أين الدعاء في ذلك؟ هذا دعاء ثناء، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو يعلم حاجتك، ويعلم ما ينفعك، ويعلم ما يعينك على شؤونك، فقد يعطيك وقد يمنعك سبحانه وتعالى. فعندما تقول الحمد لله فأنت تخضع لله وتتذلل لله عز وجل، وهو عالم بك فسيعطيك بإذن الله عز وجل، طالما أنك تحمده وتلهج بهذا الحمد بقلبك ولسانك، وليس بقلبك فقط بل بالقلب واللسان، وهذا أفضل الذكر. وعندما تقول لا إله إلا الله فأنت توحد الله عز وجل، أي تقول لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فنلهج بهذا الدعاء، ونلهج بهذا الذكر، ونبتعد عن الدعاء الذي إن قلته كتب لك وظلت الملائكة تكتب، وما نسمع من أقوال ومن أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الدعاء يسير. وتعلمون دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد السبطين، وهو الحسن رضي الله عن الجميع. الدعاء العظيم الذي هو بكلمات يسيرة والمعاني والمضامين والمحتوى فيه عظيم عظيم عظيم. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. كلمات يسيرة عظيمة علينا أن ندعو بها في صلاة الوتر، في بعض الأيام ندعو وفي بعض الأيام لا ندعو، وهذا دعاء عظيم أيضا مختصر ومعانيه عظيمة. ما معنى الهداية؟ أن يهديك الله في من هدى، وأن يعافيك الله في من عافى. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني. عندما يتولاك الله عز وجل فماذا بعد ذلك إلا الخير والسعادة والراحة والطمأنينة والسكينة في الدنيا، والفردوس في الآخرة بإذن الله عز وجل. إذن علينا أن ندعو بالأدعية الواردة في السنة، فهي الأيسر، وهي الأجمل، وهي الأنفع، وهي الأحسن، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقل إلينا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ودوّن ذلك في كتب السنة كما لا يخفى عليكم أيها الأفاضل وأيتها الفضليات. والحديث أعيده للتذكرة:
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فعلينا أن نلهج بلا إله إلا الله والحمد لله. فلا إله إلا الله والحمد لله، لا إله إلا الله والحمد لله، وقلها بما شئت من الأعداد، ولا تخص عددا بعينه، لم يرد ذكر هذا العدد، فهنا الدعاء مطلق والذكر مطلق. فنقول لا إله إلا الله والحمد لله، وأنت جالس وأنت تسير وأنت في البيت وأنت في العمل وأنت في السيارة وأنت ذاهب إلى المسجد وأنت عائد من المسجد، فهذا ذكر مطلق، وتقول هذا الذكر العظيم بما تيسر لك من الأعداد دون أن تحسب ذلك العدد. أدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.